الخمار الغطاء اللي المرأة تغطي به رأسها، هذا كان متداول حتى في أيام الجاهلية، أنه مجموعة من النساء ما كنا متبرجات، ولكن حجابهن كان حجابا ناقصا. ومع الأسف إلى الآن كثير من المحجبات حجابهم حجاب ناقص، هذا أيضا محرم. عدم الحجاب محرم، الحجاب الناقص أيضا محرم. فكانوا كنا أولئك النسوة في زمان الجاهلية وما بعد زمان الجاهلية يتقنعن، يختمرن، يخلون الغطاء، ولكن ذيل الخمار كن يرمينها خلف أكتافهن. المرأة عندما تختمر وهي لابسة ثوب وترمي بأذيال الخمار خلف الكتف أو على الكتف، في زمان الجاهلية كان الثوب يظهر، الثوب اللي المرأة لابسته، وهذا الثوب فيه فتحة، هاي الثياب اللي احنا لابسيها فيها فتحة، حتى إذا كانت هذه الفتحة مغلقة، ولكن الإنسان عندما يتحرك ربما تنكشف هذه الفتحة فتظهر مناطق من الصدر. الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن، يعني يلقين بخمرهن، يعني بهذا الغطاء، على جيوبهن، يعني على هذه الفتحة الموجودة على الصدر، حتى إذا انكشفت هذه الفتحة هذا الخمار يغطي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن.